ازيك يا بيه؟ ايه ده ايه ده؟ ايه؟ مالك تعاطي ليه؟ يعني مش عارف ازعلني كل ده عشان حسين هيشتغل في اسكندريه؟ طب ما هو هيجي كل اسبوع. لا ازعل، ده نور اللي هيروح هناك وهو مش هيوريني وشه تاني. يا بهية ده بيغيظك، انت مش عارفه حسين؟ وبعدين انت ممكن تروحي له. ايوه بس بقى بشرط ايه؟ ام توافق تروح معاكم هناك. خالتي يا خالتي، خالتي يا خالتي، تعالي يا خالتي، انا عايزاكي ضروري. ربنا يخليك ليا، تعالي يا رب. يا ناقصك حاجه تانية يا حبيبي؟ ناقصني اهم حاجه. ايه؟ قول. دعواتك، دعواتك يا امي. ربنا ينور لك طريقك ويحبب فيك خلقه يا حسين يا ابن توحيد. ايوه حلو ده يا ماما، واتك بالذات على يحبب فيك خلقه دي، خصوصا صوت الحليب. يا حسين والله هتوحشتك، وحشنا دمك الخفيف. يا ماما وانا مسافر اخر الدنيا. خد يا بنات معايا فلوس يا ماما بقى. هينفعوك ده انت بغربه. ربنا ما يحرمني منك يا ست الكل. يلا يا حسين الامر هيفوتك. حاضر يا عاطفي. اخوك لبس يعني؟ سبت شغلك ليه يابا؟ انا جاي معاكوا لحد محطة القطر. وتتعب نفسك ليه يابا؟ انا هوصلك. يا ابني ما كنتش هتعب عشانكم، هتعب عشان مين؟ انا خلاص اهو لبس. لا لا لا، لبست ايه؟ اسال امي الاول اذا كانت وافقه. يا اما جايه معانا؟ ايه ده؟ هو انت كمان يا عم جاي معانا؟ جاي معاكم؟ ايه الحكايه؟ ايه يا بهيه؟ كنت عايزاني في ايه؟ تعالي بيقول ان انا وانتي هنروح نقعد مع سي حسين. عارفني قال الكلام ده؟ تلاقي بس علوه بتهزر معاك ولا حاجه. هعمل ايه بقى؟ ليه طالع تعيط؟ صعبان عليها فراقك يا سيدي. يا بنت مش هتبطلي العبط اللي انت فيه ده؟ يا بنت هنسافر نروح فين؟ ونسيب عمك لوحده؟ وهي اسكندريه يعني ما فيهاش ورد، يروح هناك ويشتغل. وكمان لقيتيني شغل. والله يا عاد. طب وعالي نسيبه كده من غير ما حد يخدمه؟ ومين بقى اللي هيرعى مصالح سي حسين؟ مفيش دعوه اختم مصالح، انا عندي الواد المراسله بتاعي هشوف طلباته. اطمني انت. يلا عادي، يلا عشان نلحق القصر. يلا شوف وشك بخير ياما. مع السلامه يا حبيبي، اوعى تنسى تبعت جوابات. مش هنسى ياما، شوف وشك بخير ياما. انا جاي معاك يا حسين. لا 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 والله، والله العظيم ما حدش هيرى غير. طيب ربنا يخليك ليه. حسين. ايوه ياما. مش تسلم على بنت خالتك؟ خالتي مين؟ بقى ياما عندي شغل وعلى سفر بقى. لسه بتعيط يا توحيدة؟ هو كل ما تصحيني صحيني على عياط ده، حتى فان وحش كتر العياط ده. وبعدين تعيط ليه؟ ده انت حقك تفرحي وتمشي تتمختاري وتقول يا ارض تهدي ما عليكي قدي. يخص عليك يا عبد الواحد، عايز نفرح وابني بعيد عني يا توحيد. ايه يا توحيد مالك؟ ايه ابنك؟ ما شاء الله ما شاء الله،
بقى ضابط بوليس مين قدك بقى؟ ولادنا الاثنين بقوا ضباط، يعني هيبقوا بشوات. تفتكري يا توحيدة ربنا هيدينا طولة العمر لغاية ما نشوفهم بشوات، وساعتها الناس هينادولك ويقولولك يا ست ام البشوات، انت يا ست ام البشوات لو لنا يا اختي كنكه القهوه بتاعتي. وانا يا توحيده انا هبقى ابو الباشا علي وابو الباشا حسين، ابشبش هنا شويه وبشبش هنا شويه. يا من انت كريم يا رب، يا من انت كريم، احمدك واشكر فضلك. تقدر تقول لي ايه اللي عملته وزاره محمد باشا محمود لحد دلوقتي؟ انت متحيز اصلا في العالم ماهر باشا، عاوز امسك الوزاره بعد النحاس باشا. صدقني يا علي انا مش متحيز، لكن الراجل ده متملكاه روح الدكتاتوريه. انت ناسي اول وزاره دي سنه 30 لما لغى الدستور وحكم البلاد بالحديد والنار؟ جايز البلد ساعتها كانت محتاجه الاسلوب ده. الغايه لا تبرر الوسيله يا علي. انت ليه يعني عجبك قوي علي ماهر باشا؟ كفايه من الملك ياسر فيه. انت ناسي لما مات الملك فؤاد ورفض ان جيش الاحتلال الانجليزي يشارك في الجنازه؟ انا شخصيا متحمس لكل الرجاله اللي حوالين الملك. تفتكر يا سلمان ان الملك عنده الخبره الكافيه عشان يحكم دوله زي مصر دي؟ انا حاسس ان له روح جديده، روح كلها امل ورغبه في الاصلاح، واحنا محتاجين الروح دي يا علي. والناس بتتكلم عن الروح الجديده يا سلمان، انت مش قلت لي هيجيبوا عربيات ودبابات جديده ويقولوا لنا بالسلاح السواري؟ ساعتها انت كنت زعلان قوي مع الصوت مع الخير. كنت غلطان يا سلمان، عارف انا لما اتدربت واشتغلت هناك حسيت كده بروح جديده يا اخي. صحيح في فرق كبير قوي صلاح مع حد، ساعتها بس حسيت ان انا ضابط جيش حقيقي مش ضابط موالد وتشريفات. لان الامل دايما في الجديد يا علي. ويا ترى ايه جديد في علاقتك مع انجي؟ سافرت اسطنبول مع الوقت. بعد موضوع علاء لما شافه. ده يبقى نفي. ايه؟ تفتكر؟ شوف يا علي، لو ابوها رجع لوحده يبقى نفاها هناك عشان يبعدها عنك. انا كنت فاكر انها سافرت هناك عشان تتفسح او تزور حد من قرايبها. جايز. وجايز اللي انت بتقوله صح. جايز؟ ايه اللي جايز جايز؟ انت ما عندكش اي حاجه يقين؟ شوف يا علي، اليقين الوحيد اللي عندي ان الانجليز مش هيخرجوا من مصر، ولا انت هتتجوز انجي الا اذا حصلت معجزه، وانا دايما احلم بالمعجزه دي. الف حمد لله على السلامه يا افندينا. الله يسلمك يا ادريس. اقفل الباب. وحشتيني، وحشتيني قوي يا حبيبتي. انا اسف اني بعدت عنك. وانجي كمان بعدت عني. ليه عملت كده يا سلام؟ ليه فرقت بيني وبين بنتي؟ معلش يا شاهد، ما كانتش بإيدي، كان لازم أعمل كده. تفتكر هتقدر تبعد عنها يا إسماعيل؟ تهون عليك إنجي بنتنا، تعيش في الغربة. معلش يا حبيبتي، استحمل شوية، جايز تنسى ابن الجريمة.
صدقني يا بابا مفيش فايده، انجي مش هتنسى ابن الجنايني ده خالص. يعني ايه مش هتنسى؟ امال انا سفرتها ليه؟ يعني طول ما ابن الجنايني ده موجود للاسف هتفضل تفكر فيه. انا بايدي ايه اقدر اعمله؟ لا يا بابا بايد حضرتك كتير قوي، احنا نخلص منه. نخلص منه ازاي يعني؟ يعني رصاصة طايشة. تفتكر لو اتقتل انجي هتوافق؟ بالعكس هتكرهنا وهتصر على موقفها. بلاش الجنان ده. جنان يا بابا؟ بالعكس ده عين العقل، على الاقل نخلص من وجع الدماغ اللي احنا فيه ده. انت ناسي ان ده ضابط في الجيش؟ يعني ممكن يعمل لنا مشاكل كتيرة قوي. خلاص يا بابا في حل تاني. بشرط يبقى حل معقول. ده معقول قوي. ايه رأي حضرتك لو انجي تتجوز؟ ده حل معقول اهو، ده بقى الحل الوحيد اللي يخلص على المشكلة دي. وساعتها بقى ابن الجنايني مش هيستجري يقرب منها او حتى يتصل بيها. اتجوز انجي؟ اتجوزها ازاي بس يا علاء؟ ازاي يعني ايه؟ انت مش بتقول انك بتحبها؟ ايوه، لكن ايه يا ابراهيم؟ ما تتكلم ولا يكون انت اللي مش عايز. انا ملاحظ ان انجي بعيد عني، وحاسس كمان ان مش انا الانسان اللي هي بتفكر فيه. انت مش واخد بالك، اصل انجي خجوله وما بتعرفش تظهر مشاعرها. يعني تفتكر انها ممكن توافق؟ ومش هتلاقي احسن منك كمان. يا ريت يا علاء، يا ريت. ياه، ده بقى اسعد يوم في حياتي لما انجي توافق. خلاص انت النهارده تكلم باباك وتخليه يكلم بابا ويطلبها منه. طلبها منه ازاي يا اخي؟ مش انت بتقول انها قاعده في اسطنبول؟ انت مالك بس؟ انا مسؤول ان انا ارجعها لك، بس على شرط. تحت امرك. زي ما انا هساعدك ابراهيم انك تتجوز انجي اختي، انت كمان لازم تساعدني ان انا اتجوز سهيله اختك. انا برضو اللي ساعدك. امال مين؟ تناسي مامتك تبقى مين؟ انت بتقول ايه ولد؟ تعال قرب، انا مش اسمعك. انا بقول لحضرتك انا عاوز اتجوز. برافو ولد ابراهيم، برافو. انت لازم تتجوز تجيب احفاد كتير عشان انا اكلي مبسوط كتير. مين ولد انت عايز تتجوز؟ عاوز اتجوز انجي يا بابا. ها انجي؟ برافو برافو ولد ابراهيم، برافو. ولد ابراهيم، مين انجي ولد انت عايز تتجوز؟ انجي بنت البرنس اسماعيل. ها ها ها، ايفاك ايفاك بنت البرنس اسماعيل. انت ولد فكر كويس. برنس اسماعيل تريش. يعني حضرتك موافق يا بابا؟ استنى ولد، لازم ناخد رأي برنس الشوكار. وطنت بقى مالها ومال موضوع زي ده؟ برنسيس شوكار زوجة حضرتنا لازم توافق على جواز ابن حضرتنا. ازاي؟ ازاي برنس يوسف عايزني اوافق على جواز زي دي؟ انت عارف انجي دي بنت مين؟ برنسيس شوكار، انت لسه زعلان من برنس اسماعيل؟ انا مش برفض عشان هي بنت برنس اسماعيل، انا برفض عشان هي بنت ملعونة جيهان. برنسيس شوكار، جيهان مات من زمان. أنا عارفة إنها ماتت من زمان، مش ناسية إنها ماتت، بس مش ممكن أنسى أبداً أصل ملعونة جيهان. برنس يوسف، ولدكم برنس إبراهيم لازم يتجوز برنسس، برنسس بنت برنسس. مش ممكن يتجوز أبداً واحدة أمها مش برنسس، أبوها بس باشا. آه برافو برافو برنسيس شوكار، ازاي انا مش فاكر الحكاية دي؟ انا اسف يا بابا، ان اقول لحضرتك ان طنط شوكار هي اللي بتمشي كلامها هنا في السرايا. ولد ملعون، تقصد ايه ولد؟ ابوك طرطور؟ انت ولد قليل ادب. بابا انا لو ما اتجوزتش انجي انا مش هتجوز خالص، يعني حضرتك مش هيكون لك احفاد. انت ولد مجنون، مجنون. معقول؟ معقول يا سليمان لغايه دلوقتي ما رجعتش؟ دي بقى لها حوالي شهر. تعرف منين انها ما رجعتش؟ لو كانت رجعت كانت اتصلت بيا. جايز مش عارفه تتصل؟ طبعا يا سيدي بسيط، اتصل انت.
وافرض اي حد تاني يعني رد تقفل السكه. انا كل اللي عايزه بس اطمن عليها. انت عمرك ما هتطمن يا علي. اي عسكري في اي معركه لا يمكن يطمن الا بعد المعركه ما تنتهي. الو الو الو، ما ترد يا حيوان. انت بتشرط في مين يا علي؟ كل يوم يا بطاط تليفون بيرن ومحدش بيرد. السافر اللي ممكن انه يعمل كده؟ اكيد حد بيعكس. محدش يجرؤ ان هو يعكس تليفون البرنس اسماعيل. لا يا بطار، في يعني البرنس يوسف ما جاش علشان يطلب يد اختك لابنه ابراهيم. احنا عايزين نخلص بقى من وجع الدماغ ده. مامتك مش موافقه. ماما؟ طب وهي دخلها ايه؟ ما هو بابا دلوقتي ما بقاش يسمع غير كلامها. الموضوع ده خاص بيك انت يا ابراهيم. الكلام ده لو كنت انت ابنها. ايه رايك؟ انا رايي تحاول انت تقنعها. طب اعرف الاول هي ايه وجهه نظرها؟ انا لو قلت لك مش هتصدق. انا مش فاهم بس يا ماما، حضرتك ليه معترضه على جواز انجي من ابراهيم؟ ايه اللي مضايقك في موضوع زي ده؟ مثل فو كيف يا عمال؟ انت عارف انجي دي مين؟ انجي دي بنت جيهان، بنت العدوه بتاعتي انا. طب وماله يا ماما؟ وماله؟ وماله يعني ايه ولد؟ عايز بنت جيهان عدوتي انا تعيش معايا هنا في السرايا؟ طب بس بالراحه، هو مش حضرتك عايزه تنتقمي منها؟ مظبوط ولد، مظبوط. خلاص يا ماما، يبقى توافق على جوازها من ابراهيم. لا 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 لا، هي تحب الولد الظابط ابن الجنايني، عايزه تتجوزه. يا ماما انجي عمرها ما هتتجوز ابن الجنايني خالص. ليه؟ الحب خلاص؟ الحب ما فيش يق؟ لا يا ماما، الحب لسه موجود، بس بابا مستحيل يوافق على جوازها من الواد ابن الجنايني. عشان كده بقى لازم حضرتك توافق على جوازها من ابراهيم. ليه بقى يا ماما؟ لما تتجوز ابراهيم هتبقى معاكي في السرايا، تأمريها زي ما انت عايزه، وتحرقي قلبها وتذليها. عفارم ولد، عفارم، برافو برافو، انت ذكي بالظبط زي ماما. حبيبي انا موافقه، بس في طلب تاني يا ماما انا كنت عاوز اقوله لحضرتك. اطلب اطلب حبيبي، اطلب اطلب اي حاجه انت عايزه انا اعمله لك. هطلب يا ماما، هطلب. انا كنت عاوز اتجوز سهيلة. برافو برافو، اخبار عظيمه، اخبار عظيمه، برافو على ابني حبيبي انت. مبروك، تعال تعال، مبروك مبروك حبيبي، مبروك مبروك. خلاص يا بابا، حضرتك تقدر تطمن خالص. اطمن عليا، ابراهيم هيتجوز انجي. انت قلت لي الكلام ده قبل كده وما حصلش حاجه خالص. ايوه بابا، لكن ماما كانت رافضه. رافضه؟ يعني ايه رافضه؟ الست دي ترفض بنتي انا؟ انا لولا الوضع اللي حطتني فيه اختك انا ما كنتش وافقت. مش عارفين هيناسبوا مين ولا ايه؟ ما خلاص يا بابا، انا حليت المشكله. انا كمان عملتها مشكله. الله يعالي يا شويكار. حضرتك عارف انها متضايقه لان حضرتك طلقتها واتجوزت واحده تانية غيرها. تتفلق. تتفلق ازاي بس يا بابا؟ حضرتك عارف دلوقتي ان الكلمه بقت كلمتها في السرايا، والبرنس يوسف ما بيعرفش يخطي اي خطوه الا لما ياخد رايها. برنس يوسف ده طول عمره طرطور. احنا مالنا يا بابا؟ طرطور مش طرطور، احنا اللي يهمنا ان احنا نخلص مصالحنا. انا كمان عندي فكره كويسه. فكرة ايه؟ ايه رأي حضرتك لو تقابل البرنس يوسف وتطلب منه ايد بنت سهيلة؟ انت كلمت يا ولد؟ ازاي تطلب مني ان انا اتجوز واحدة غير الاميرة جيهان؟ اتجوز مين؟ بنت من دور انجي؟ لا يا بابا، مش قصدي حضرتك اللي تتجوزها، أنا اللي هتجوزها بابا. كده معقول؟ طب ما قلتش الكلام ده ليه من الأول؟
انا بس كنت مستني نحل مشكلة انجي الاول. هو مشروع كويس. كويس قوي. انا شخصيا ما عنديش مانع. وساعتها بقى اونكل يوسف هيكلم حضرتك على طول في موضوع انجي. بونجور ابراهيم. بونجور. مبروك ولد ابراهيم. حضرتنا وافق على جوازك من انجي بنت برنس اسماعيل. كمان حضرة زوجتنا وافق. ايوه انا وافقت. متشكر بابا. تشكرات ولد تشكرات. متشكر يا طنط. مبروك ابراهيم. ابراهيم امشي انت، في كلام مهم مع البرنسيسة. بس حضرتك ما قلتليش هنروح للبرنس اسماعيل امتى. بعدين مالك بعدين امشي. في ايه مهم شريف؟ شوف برنس يوسف، ابننا برنس علاء عايز يتجوز بنتكم برنسيس سهيلة. نو انا مش موافق. علاء دي ولد مش كويس. كوا ميكس كوبوديت. لا ابني انا برنس علاء مش كويس. هو مش امسك شهاده كبير زي ولدنا ابراهيم. ساسوفيا شوف اسمع برنس يوسف، لو ابني علاء ما تجوزش بنتكم برنسيس سهيلة انا مش هقعد في السراي ولا دقيقه واحده. مفهوم؟ برنسيس شوكار. داكور داكور. عفوا يا افندينا. في ايه يا ادريس؟ سمو البرنس يوسف وصل. فين؟ منتظر جنابك في الصالون يا فندم. خليه يتفضل في اوضه المكتب وانا جايله. امر يا افندينا. انا ما رضيتش احدد ميعاد الخطوبه لحد ما ابعت التليجراف لانجي علشان ترجع. بس اهم حاجه بابا انها ترجع ما تلاقيش الولد ابن الجنايه علشان ما يحصلناش مشاكل. عايزني اعمل ايه يعني؟ انا رايي بابا ان حضرتك تنقله مكان بعيد ويفضل هناك على طول. فيه يعني حاجه زي كده. فكره مش بطاله. لو اني اكره اكلم وزير الحربيه في موضوع زي ده. على فين يا علي؟ الكومندان عايزني ضروري. خير ادخل. تمام يا فندم. معالي وزير الحربيه لسه مكلمني من شويه في موضوع مهم جدا. خير. يا فندم مع العسكري بره. طيب استريح لما ادي خبر لمولانا. اكلم معالي وزير الحربيه البرنس اسماعيل كمال. صباح الخير يا معالي الوزير. ازيك وازاي صحتك؟ انا الحمد لله كويس. يا سيدي انا طالب منك خدمه بخصوص ولد ضابط عندكم في الجيش في السواري. نعم. اي فندم اي فندم. جناب الكومندان موجود يا فندم. حاضر يا فندم. مين اللي بيتكلم؟ مكتب معالي وزير الحربيه يا فندم. هات السماعه بسرعه. الو. ايوه يا فندم. تمام يا فندم. انا كومندان السواري تحت امرك يا فندم. علي خادم مدفع وراح السرايا ولا لسه؟ اتحرك من ساعه يا فندم. ايوه يا فندم. اؤمن عليك. علي عبد الواحد. ايوه عندنا. في الحقيقه يا فندم هو ظابط ممتاز. ده انا حتى بعته مع المدفع الجديد اللي طلب جلاله الملك يشوفه. تفضل جلالة الملك بينتظرك. حاضر.
جلالة الملك هيسألك عن بعض المعلومات عن المدفع وبعدين هيفحصوا معاك. ابن الكنائي دي قاعد دلوقتي مع مولانا الملك. مش ممكن، انا مش قادر اصدق. لو ما كانش وزير الحربية قلد نفسه أنا كان لا يمكن أصدق. إيه؟ ابن عبد الواحد الجنايني اللي بيشتغل عندي قاعد دلوقتي مع ملك مصر والسودان. إيه اللي بيحصل ده بابا؟ أنا مش عارف إزاي مولانا يتصرف تصرف زي ده. إزاي يسمح جلالته إنه يتنازل التنازل الفظيع ده ويقعد مع حتة ظابط هالفوت أبوه بيشتغل جنايني عندي أنا؟ ده المفروض إنه ما يسمحلوش إنه حتى يتعدى بوابة السرايا بتاعته. على العموم مش ده موضوعنا. خلينا في المهم، وزير الحربية نقل ابن جنايني ولا لأ؟ يا أخي أنت ما أنتش شايف إيه اللي بيحصل؟ يعني يا بابا؟ هتسيب الواد ده قاعد في مصر لحد ما يجي ترجع؟ أنت عايزني أعمل إيه؟ إيه اللي بإيدي إن أنا أعمله؟ هتحدى الملك؟ ظاهر ان زمن يا الناس دول انا كل ما ادخل معاهم في معركه يهزموني. الكلام ده مش صحيح يا بابا. الزمن هيفضل معانا احنا اسياد البلد دي وهنفضل اسيادها. الكلام ده كان زمان ايام الملك فؤاد، هو ده اللي كان عارف يا رب الشعب. صحيح للاسف الملك فاروق ما طلعش زي ابوه، العصابه اللي حواليه فهمته انه لازم يحب الشعب بتاعه ويدلعه ويكره انجليز. دي أنا خايف منها، دي في منتهى الخطورة علينا. أنا لازم أعمل اجتماع لأفراد العيلة المالكة وتشوف حل مع الملك العيل ده. قبل ما حضرتك تشوف حل لمشكلة الملك لازم تشوف حل لمشكلة إنجي مع الواد ابن الجنايني. أنت هتفضل ذكي لحد إمتى؟ إيه اللي بيدي إن أنا أعمله؟ عايزني أتحدى الملك لوحدي؟ أبقى أنا اللي خسران؟ انت قلقان ليه؟ انجي هتتجوز البرنس ابراهيم، خلاص هتبقى مسؤوله منه، هو حر ده اتصرف معاها زي ما هو عايز. لا 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 الكلام ده ما ينفعش، انت لازم تقول لنا الحكايه وبالتفصيل من اول ما دخلت القصر وبالتفصيل الممل كمان. يا جماعه حيلكم شويه مش كده؟ شوفوا يا جماعه انا ما بحبش اللبت والعجب، اذا كان عاجبكم اكمل، مش عاجبكم مفيش داعي بقى عيد وزيد. قول يا سيدي. مشينا أنا والياور في ممرات طويلة عدينا فيها على صالونات عمري ما شفت زيها ولا عمرك هتشوف زيها. شفت بقى قطعتني ازاي تاني؟ شفت عشان ما بتكلمش بقى عندي حق صح؟ صح؟ اسكت يا حسن خلينا نسمع. ها كمل علي كمل. ولازم علي عبد الواحد يا مولانا. جبت المدفع معاك؟ يا فندم مولانا مع العسكري بره. عظيم. ويا ترى بقى المدفع ده انتوا بتستفيدوا منه في الجيش؟ الحقيقه انا في الاول ما كنتش مصدق عينيا، كنت متصور اني هشوف الملك ده لابس بدله التشريفه ومعلق السيف جنبه وباين عليه الفخامه والقبه. لقيته انسان بسيط جدا، سالني كام سؤال جاوبته عليهم. طيب هات لي المدفع وسيبهولي هنا. حاضر يا مولانا. اسمع انت اتغديت؟ ما دام سكت يبقى لسه ما اتغديتش. فؤاد من فضلك خليهم يحضروا الغدا. حاضر يا مولاي. يعني اتغديت في السرايا؟ ايوه طبعا، وانا كان ممكن ارفض. ترفض ايه؟ ده انت تلاقيك اتغديت غدوه ملوكي مش العك اللي احنا بناكله هنا. يا جماعه اللي قالوا علي دلوقتي اكبر دليل على ان اللي بيحكمنا راجل بسيط وديمقراطي ومهتم بجيشه وتسليحه. ايه اللي يخلي ملك اول ما يسمع ان في مدفع جديد وصل يطلب يشوفه؟
انا بفكر استاذن الكوندور في دبابه واخدها له عشان يشوفها. ايه يا حمام انت بتتريق لما انت متحمس له كده؟ امال الاوضاع مش عاجباك ليه؟ الاوضاع دي الملك مش مسؤول عنها. امال احنا اللي مسؤولين عنها؟ مسؤول عنها رجال السياسه اللي كل واحد هو وحزبه بيدوروا على مصلحتهم وبس، وسايبين الانجليز يتحكموا في مصيرنا. تعرفوا انا على قد ما بكره الانجليز على قد ما بحترمهم جدا، لان احزابهم بتتنافس حوالين حاجه واحده بس، مصلحة انجلترا مش مصلحتهم. تليفون لحضرتك يا فندم. ما قالكش مين؟ بعد عزم حضرتك يا دكتور. طيب ماشي. الو حسين، يخرب عقلك انت بتتكلم من ايه؟ بتكلم من عند واحدة بتحبك قوي. مين؟ لا مش هقولك، هسيبك تفكر شوية. غلو بحمارك. طيب يا سيد، كريمة فاكرها؟ طيب ما تيجي تتغدى لك غدوة حلوة بقى. لا انا اتغديت الحمد لله. بقولك ايه، انت روحت بيت ولا لا؟ بالزبا ده كلام يا حسين، يا اخي ابوك وامك نفسهم يشوفوك. انا هبقى اروح لهم بعد الظهر. عايز اكلم علي. خد كريمة عايزة تكلمك. الو ازيك يا علي، انت مش عايز تشوفني ولا ايه؟ حتى انا من اخر مره شفتك فيها لما هربت وانا مستنياك. ايه هو احنا مش قد المقام ولا ايه؟ ما تقوليش كده، كل ما في الامر اني مشغول شويه، وبعدين بصراحه انا ماليش في جو الجمهريات. الف مبروك، حسين قال ان انت فتحت صاله. ألف مبروك يا كريم. مبروك من بعيد كده ما ينفعش. ما تيجي تتغدى معانا. طب بلاش الغدا، تعال اقعد معانا. طب خلاص خليك على راحتك، بس المهم بأسأل علينا. ما تعرفش انت غالي عندنا قد ايه. طيب مع السلامة. هو مال اخوك قفل كده؟ ايه احنا هنتحايل عليك؟ ده ولا لما يكون ابن مين؟ خليكي في حالك يا نعيمه وبلاش غلط. ايه يا اخويا هتعمل لي ايه؟ اسكتوا بقى، هو انا ناقصاكوا؟ يا اختي ريحي نفسك، هو انت فاويه غل؟ فضوكوا من السيره دي وشوفوا هتاكلونا ايه، ولا اروح اتغدى عند امي. تسلم ايدك يا امي. تسلم يا دناي. ها عملت ايه بقى في الموضوع اللي قلت لك عليه؟ جرايه يا امي، هو انت كل لما تشوفيني تفتحي لي بسيره الجواز؟ يا ابني نفسي افرح بيك. افرحي بحسين الاول. حسين؟ وانت حد يقدر علي حسين ده؟ رسمته ايه بس الكلام ده يا توحيدة؟ سيب يا علي براحته. بكره يعقل وربنا يهديه. وهو يعني كده مرتاح؟ ما خلاص اللي كان متعلق بيها سافرت ومش راجعه تاني. انت جبت الكلام ده منين يا ام؟ ايه انا جبته ما... اسال ابوك هو يقولك. ايوه علي، الاميره انجي هتقعد في اسطنبول على طول. مين اللي قالك الكلام ده يا ام؟ ابراهيم افندي، قابلته الجمعه اللي فاتت وقال لي ان الامير خدها من مده وسفرها وهتقعد عند قرايبها هناك، وقال لي كمان يمكن تتجوز هناك. مش معقول، مش ممكن. ايه يا علي يا ابني ايه الحكاية؟ انا مش خلاص نسينا الموضوع ده ولا هو بس كان كلام؟ احمد ربنا يا ابني انها جت لحد كده، وفوق لنفسك انت وشغلك. يعني انجي راحت؟